شام في لحم أخضر كل واحد في صحر السبع ثورة مزبوط ثورة خش على مني على الحرية والديمقراطية وبش نترو بلا وفي بلوس في فيسبوك كلمة كرامة عند التواسة نجم تلخص فيها ميثاق حقوق الإنسان بكل والشعب هو اللي حط صبعه على المشكلة الصحيحة اللي هي الديكتاتورية والفاشية والنظام البوليسي الحكاية فيها موت الحكاية فيها ناس ماتت سيد وأنا فهمتكم يا عم أنا فهمتكم فيسبوك ويوتيوب وتويتر والحاجات دي هي الحاجة الوحيدة للإعلام الحر 10 سنين من التراكم حركة ورا التانية كل ده ومش قادرين نعمل حاجة من اللي حصل في تونس كان وقتها نقدر بقوة نقول إنه حقيقي يوم غضب يوم 25 ونقدر ندعي لحاجة قوية وابتدت الناس على الفيسبوك تجيلها حالة هستيريا بتاعت بلاش تولع في نفسك انزل يوم 25 ما تولعش في نفسك انزل يوم 25 ان احنا حتى كنا بنتصرف بشجاعه احنا كنا فصلنا وعندنا اصرار شديد انه بما انه على جثثنا فعلى جثثنا هندخل ودم تشوف برشا حنوشه تقف في الباق على بعض وتطلع في الكوش عمل زوم على اللحوم شوف الاحوال كيفاش ولات صحيح بن علي مشي لكن النظام نتاعو مازلنا نحسوا وجوده الى اليوم البوليس التونسي يقمع في الناس ويستعمل في العنف مانيش خايفه لا مش نايبش يسير لا مش نايب قاعد يسير شعوبنا التي تحتذر تناجي المهدي المنتظر حكامنا ينددون يرغون ويثبتون يضربون قيسا بمذل والأكراد بالبربر